يعني قضايا الأحكام وما إلى ذلك هي تحال إلى القضاء، وبالتالي قضاء من يصدر أحكام بهذا الموضوع نحن جهات تنفيذية، لكن نتحدث عن إلقاء القبض على أكثر من 540 مبتز خلال النصف الأول من هذا العام وبالجرم المشهود، جميعهم تم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وأيضا مستمرة عمليات إلقاء القبض. أضف إلى ذلك ومن أجل توعية المواطنين بخطورة هذا الموضوع، جهاز الأمن الوطني أعلن عن انطلاق حملة توعوية تثقيفية، ربما هي أول حملة تنطلق بالعراق بهذا الاتجاه والتي حملت اسم إحنا بظهركم. هذه الحملة تستهدف فئات المجتمع بالدرجة الأساس، والخطوة الأولى هي استهدف الطالبات المدارس الثانوية كونهم الفئة ربما الأكثر استهداف، وأيضا الفئة التي تجهل بعض الشيء استخدام الانترنت أو تستخدم بصورة سيئة الانترنت، وبالتالي انطلقت حملة إحنا بظهركم استهدفت أكثر من 70,000 طالبة في العاصمة بغداد وأكثر أكثر من 100 مدرسة، ومستمرة حتى هذا الآن. تعطي هذه الحملات دروس في كيفية الوقاية من الابتزاز بمرحلتين، الشق الأول ما قبل الوقوع بالابتزاز، والمرحلة الثانية ما بعد الوقوع بالابتزاز، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن يتخذها الشخص ما بعد الوقوع، وما هي التحصينات التي يأخذها المواطن أو الشخص لتحصين نفسه وتحصين حاسوبه وتحصين تليفونه والحماية وحماية نفسه من التعرض للابتزاز الإلكتروني.